اللي بيحصل في ارسنال مش متعب نفسيا، اللي بيحصل في ارسنال حاجه محبطه جدا جدا جدا. تخيل انت تبقى بادئ الموسم وحاطط امال وطموحات ان الفرقه دي ممكن تروح لبعيد، والفرقه دي ممكن تنافس على اي حاجه، وترجع تكتشف ان مفيش اي حاجه اتغيرت في الفرقه دي، لسه نفس اللعيبه هم، لسه نفس المدير الفني هو، لسه ملاك النادي ماشيين بنفس السياسه القذره هي، لعيبه كبيره بدات تزهق من الوضع الحالي في ارسنال فبتدور على الخروج باي طريقه، مدرب فقد السيطره على غرف خان الملابس، الدنيا بالنسبه للفريق مش واضحه، وبتلاقي في كل ده بدايه الموسم الجديد. بدايه الموسم الجديد في الوقت اللي اداره ارسنال شافت ان صفقه ميديسون مش هتتم، ولازم نروح نخلص مع لعيب يقدر يلعب معانا، ولعيب ما يكونش عنده عروض غيرنا، وده حصل في صفقه اوديجارد. اوديجارد اللي ما كانش عنده اي عروض غير ارسنال، فالراجل وقف على عرض ارسنال والموضوع خلص بالنسبه لاوديجارد. انما ماديسون الموضوع باين قوي، اللي هو يا جماعه احنا بنهرج ليه؟ ماديسون لعيب بيلعب في ليستر سيتي يا بتلعب اوروبا ليج يا بتنافس على الصعود لدوري الابطال يا بتكرع الكبار. انما انت كفريق زي ارسنال عايش على تاريخك ده اللي السيد كورونكي بيحلق بيه الفريق، تاريخك ده اللي كل حاجه بتسمح ليك انك تتكلم على حاجه واحده بس، انا واخد الدرع الذهبي. ماذا بعد الدرع الذهبي؟ مفيش اي حاجه. احنا ماشيين لفلسفه السيد ستان كرونكي بعد رحيل ارسن فينجر لطريق مسدود. القصه كلها قصه ستان كرونكي، القصه كلها قصه اداره ومالك نادي، لان لا اللعيبه ولا المدير الفني يصلحوا ان هم يكونوا موجودين في ارسنال حاليا، لان الفريق بدا يتحول لاكاديميه صريحه. كلام دلوقتي بقاش تهريج ولا بقى لا، ارسنال بيتم تحويله لاكاديميه، واكاديميه مع مدير فني مبتدئ، فالموضوع بايظ خالص بالنسبه لارسنال. انت بتلعب النهارده قدام فرقه صعبه من تحت زي برينتفورد، مفترض ان انت يكون كعبك عالي عليهم في الملعب، ان انت عندك فريق عايز يروح لبعيد. تبدا المباراه تلاقي ان برينتفورد هو اللي عايز يكسب، وان ارسنال مش عارف سيطر على الملعب، مع انك انت عندك الكونجا وعندك تشاكا اللي كان عامل يورو رهيب جدا، رجع تاني الارسنال المود اللي هو مفيش اي حد عايز يلعب، مفيش حد عنده طموح، مفيش حد عنده روح وحماس للفرقه دي، مفيش حد عنده اي حاجه خالص للفرقه دي، فخلاص بقى برينتفورد يلعب براحته، يعمل اللي هو عايزه براحته، يسجل اول ماشي، حتى لو الكوره عدت خط المرمى والكوره كانت من الاول طالعه بره على لعيبه ارسنال، ولا اي حد بيتكلم الحكم، ولا اي اعتراضات، ولا اي حاجه، والراجل بيشوط في القريبه بتخش من لينه عادي، والدنيا بالنسبه لنا حلوه وزي الفل. والشوط الثاني ارسنال بيلبس هدف تاني واضح قوي للعمى ان هو فاول على بيردي لينو، ومع ذلك لعيبه ارسنال متقبله الوضع. وعاد يا جماعه لو عايزين ثالث هاتوه. طب التغييرات بقى بتاع السيد العبقري الجهبز اللي قاعد بره، اللي بيبدا بلعيب ناشئ كمهاجم علشان خاطر اوباميانج ولاكازيت مش عايزين يلعبوا، فبيقرر ان هو يبدا بفلورن بلوجن. او بص هو لعيب غريب جدا، هو ارتيتا مين ده؟ لا ده 2000. طب مين تحتيه بقى؟ بيبي وسميث راو ومارتينيلي. الله ارتيتا انت رجعت مارتينيلي تاني؟ لا ما انا هغيره واطلع عوي، يبقى هو اول تغيير. اللي هو ليه يا ابن المفتريه كده؟ ليه كده؟ طب كارلو تشامبرز ده بيلعب ازاي ناحيه اليمين؟ هي ضربت معاه لعب كارلو تشامبرز. طب انت عايز ايه بالظبط ارتيتا؟ يعني الاداره سيئه بس انت مدير فني سيء وكارثي وما بتعرفش تغير، والدنيا بالنسبه لك في الملعب سيئه جدا، الفرقه لا عارفه تدافع ولا عارفه تهاجم، وبسم الله ما شاء الله ما لهاش اي ملامح جوه الملعب. وبعد ما لبست الهدف الاول ما كانش بتشكل ريحه الخطوره، يا دوبك بعد الهدف الثاني الفرقه بدات تتحرر، واللي هو خربان نطلع نهاجم، والحارس صد الكره بيبي، الكره الوحيده اللي كان فيها شمت خطوره على مرمى لعيبه برينتفورد، الكره اللي بيصدها لها الحارس وتطلع ركنيه، وبعدها ارسنال ما وصلش تاني. عشان خاطر تقعد تتفرج على المباراه، الماتش يا جماعه مش محتاج تحليل او محتاج كلام على ارسنال، الموضوع كله زي ما قلت لك الهيكل نفسه كله محتاج يتهد. الفرقه كلها محتاجه تتدمر من رئيس النادي وملك النادي ستان كرونكي لحد اصغر لعيب في الاكاديميه، لان خلاص مش في اي حاجه مرجوه من الفرقه دي. الفرقه دي ممكن تكسب ماتش 2-3 طموحات الجمهور تعلى، بعد كده ترجع تاني لنفس المكان هو ليه؟ لان زي ما قلت لك الازمه من فوق، من ستان كرونكي مدير المشروع. ليه المدربين اللي بيقبلوا ان هم يعملوا اي حاجه عايزه ستان كروكر لمجرد بس ان هم بياخدوا فلوسهم وان هم شغالين؟ نفسك تمسك راجل اول، مسكتك راجل اول، مش عايز منك اي حاجه تاني بقى. هتتكلم معايا في صفقات ولعيبه وكده، الكلام ده بتاع مدرب كبير، وانت مش مدرب كبير. سيطر على اوضه اللبس، مش عارف سيطر عليها، اللعيبه مش محترماني وشايفين ان انا كيس جوافه عند رئيس النادي. طيب انت مستني ايه من الفرقه دي؟ معلش مستني ايه؟ لو كنت مستني حاجه غير اللي احنا شايفينها واللي احنا متوقعينها، اللي هو يا جماعه الفرقه دي هتنطق بعد ستان كرونكي ما يمشي ويبقى في مشروع واضح للفريق، غير كده احنا بنهرج. لو انت شايف ان المشكله في ارتيتا واللعيبه،
فقول لي في الكومنتات. غير كده ممكن تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وممكن تعمل سبسكرايب للقناه، وممكن تعمل ديسلايك بالمره، كله خربان هتفيد.